ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر دروب، فيديو جديد. فيديو النهارده حد جديد. اوكي انا مبسوط والله ان في ناس يعني بتعمل راب اوكي وبتتفرج عليا، اللي هو انا مبسوط جدا. احساس حلو. اوكي طبعا معانا النهارده افاتار 22 او 2 في 2. اوكي وعنده كذا اغنيه، فانا بفكر برضو اعمل رياكت عليه برضو، ممكن بكره او بعد بكره حاجه زي كده، او لحد ان انا اخلص الاغاني اللي عنده دي. اوكي لان عنده كذا اغنيه وفي كم فيديو شفته مش عارف 30 ثانيه حاجه زي كده، فده انا مش هقدر اعمله. اوكي لو حد عايز يروح يشوفه هسيب اللينك بتاع الفيديو نفسه، وممكن اسيب برضو لينك القناه لو حد يعني حابب يروح. اوكي لان عنده كذا اغنيه. اوكي وان شاء الله باذن الله قريب ايس برضو هيعمل اغنيه. انا طبعا انا سايب الجرس مفعل الجرس. اوكي مفعل برضو الجرس عند افاتار. اوكي افاتار اي كيو. اوكي ما علينا، خلينا نشوف البرنس ده بيتكلم عن ايه. شايفين الناس يعني في عربي مش زيتي، الناس فرنش وبرتغالي ولا مش عارف بتنجان. عرفتوا ليه انا مختار الاغنيه دي؟ ظبطت الشغل انا جاهز، صياد للشبكه انا مال عالسور معرفش الجيل، كلمنا العظمه في عالسور ايه؟ صياد للشبكه انا مال عالسور معرفش الجيل، كلمنا العظمه في ديت زاني معرفش انا فين، مبدع بالطبع السير. ذكر برضه نيمو نظام مروان موسى. ايه تشبهه في الكلب الدين، متخدر جسم الدين، هذا بس في الجيم انسان قلقان ومسد الدين، الصورة انا شرب نشيب بخطبي ما بداش بدير، امشي لنا فطار زلير عم الساعة بتحالي، بخطبي ما بداش بدير امشي لنا فطار زلير عم الساعة بتحالي، كراكون بكتف في الضحكة اراجوز دم المغرم حبيت ابص، 2 في 2 والليل هوس جود بالليل سمي 2 في 2 دم المغرم حبيت ابص، 2 في 2 والليل هوس خد بالليل سميني المون، لفوا كتير زي الكون كنت التوم وظرف الهون، الشهرة جاي زي الموت كل اسبوع بتسعى قول بتنسى اخطر بيسعى اسوء حالة ونشرف مش سالك الكلام عايش. حلو بيتكلم عن نفسه افاتار بيسعى. اوكي شرز يقولنا في خلق بتفرز نكسب الاخرة ان شاء الله شعر. ظبطت الشغل انا جاهز، صياد للشبكة انا مال عالسور معرفش الجيل، كلمنا العظمة في ديك زاني معرفش انا فين، مبدع بالطبع السير. تشبهه في الكلب الدين، متخدر جسم الدين، هدي بس في الجيم انسان قلقان ومسد الدين، الصورة انا شرب نشيب اخطبي ما بداش بدير امشي لنا فطار زلير. هاتوا الكاش ازود الرام ساتسفاي عن اللي ما جاش على وش باش صاروا. سؤال معلش، هي الاغاني دي موجودة في سبوتيفاي؟ بعرفني يا ريت. كاش مكان دايما تحتكش جاز ملعبك وما جيب جون وفي ضهر بيكون واللي بعنا ينسوا طيبين خلصوا في جنوب وبيزاز صف التوقع بندق كنت انا مشغول في المن. نسيت اقول لكم حاجة، انا في بروديوسر كمان بيتفرج، يعني في بروديوسر في 2 رابرز كده، لو حد بيعرف يعزف يا ريت يقول لي. اوكي يعني 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 فرحوني. اوكي عشان بقيت مبسوط فشخ. لسه امبارح برضه عارف ان في بروديوسر، امبارح ما كانش في نت، اول امبارح يعني مبسوط فشخ اللي هو بروديوسر رابرز. اوه انا مبسوط فشخ. كنت بطور وانا ببدا هلو 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 للفايب خلو للفايب خلو. ظبطت الشغل انا جاهز. كنت بتطول في كلمة ايه؟ خلينا يعني صياد للشبكة انا مال عالسور معرفش الجيل، كلمنا العظمة في ديت
تاني ما اعرفش انا فين اللعبة تبع السير. تشبهه في الكلب الديل متخض. هو انا ليه بحس ان انت تقول ايه ثلاث مرات بس انت بتقولها مرتين؟ مش عيب بحس كده اللي هو انا لسه ببدأ في تاني مرة اقول ايه بليك ان انت سكت اللي هو احراج بصراحة. دار جسمي فين هدي بس في الجيم انسان الان ومسد الدين الصورة انا شرب نشيب تخطب الان ومسد الدين ازاي انسان الان ومسد الدين الصورة انا شرب نشيب تخطبي مبداش بدير امشيلنا فطار زليب. صح تقريبا عاملها صح او لا انت عاملها مفروض كده مفروض انت ده هنا لامس ده لحد ما W تقريبا صح وفي نفس الوقت X وده مفروض V و W V W X ده انت معناها ايه يعني يا ريت تعرفني ولا هي مجرد علامه مجرد حركه لحد ما هي حلوه يعني شكلها حلو ان هي فيها اكس وتحس ان فيها في وفي 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 واكس تقريبا تمشي اتش دي دول يمشوا اتش كده مش عارف ما علينا حاجة بتكلم دايما في حاجات غريبة. ايه عندك افاتار تاور كمان اوكي حلو في اغنية تانية اهي اوكي ابقوا عرفوني برضو بكرة لو حابين تسمعوه ممكن برضو نسمعه بكرة لسه مش عارف اوكي فانا حبيت برضو انزل حد جديد عشان لو حد عنده اغاني او بيغني اصلا يجي يعرفني يقول لي عمر خد انا بعمل اغنية انا كمان ياريت تعمل رياكت عليها اوكي وانا هعمل رياكت اوكي طبعا انا مبسوط بصراحه اوكي وانا اتمنى ان هو يستمر لان انا عجباني اوكي الاغنيه انا سمعت منها حته اللي هو اوكي انا هعمل رياكت النهارده عليه فاهم اللي هو على طول اللي هو انا سمعت حتتين ثلاثه كده شكرا اوكي وارجع اقول تاني برضو ايس انا مستني اغنيه منه برضو اوكي عشان انا سمعت له اغنيه واحده هو بيقول لي ان هو شغال في اغنيه تانية فانا متاكد في اوكي ما علينا مش عايزين نسبة الاحداث بس انا حاسس ان في اغنية اللي هيعملها الجديدة دي هتبقى بنت حرام ما علينا خلينا اوكي ده كان الاكت على افاتار اوكي برو انا يعني يا ريت وانا ما تخلينيش يعني اخلص الاغاني اوكي يعني حاول ان انت كل اول باول كده تنزل جديد فاهم اللي هو ما اقدرش الحق فاهم اللي هو الاقي بوم خد دي بوم خد دي فاهم اللي هو معرفش اوقف اوكي ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد لوك يلا تشوس.